تمثيل. تمثيل ليه بقى؟ كده كده عشان انا زي ما قلت لك انا دخلت الموضوع عشان انا حابه التمثيل. اوكي. بس انا كان عندي بقى ايشوز بقى ان انا اهلي كلهم صيادله ومش عايزين يخش في الحته بتاعه التمثيل مع اني عندي بوينت كبير في العيله برضه في الفن. بس انت دارسه صيدله؟ لا. أوكي. انا بزنس. اوكي. بس كانت مامتي عندها مشكله اللي هو لا وبلاش ومش عارفه ايه. فطبعا انا هبقى مساعد مخرج. اه اللي هو نبتديها شويه كده مسلسل التاني التالت وانا همثل بقى. ايوه صح. فلا بالنسبه لي التمثيل. وانا موهومه بالافلام من زمان. الحاجات ابيض واسود الافلام كدا. القديمه تمثيل. بس بتحسيش ان هي تمثيل زمان اكيد مختلف عن دلوقتي؟ يعني في الرياكشن عشان هم زمان كانوا مختلفين حتى دلوقتي. طريقه التمثيل نفسها مدرستها مختلفه تماما دلوقتي. هقول لك على حاجه ودي بتحصل يعني لازم نكون صراحه. انت مش ساعات بتتفرجي على افلام قديمه بتقولي ايه الافوار دي؟ صح. ايه الحاجه منتهى البساطه؟ صح. اه اهالينا كانوا اوفر كده والمصحف